السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معكم يوسف ماروسي مع برنامج حفظني. هذا الفيديو إن شاء الله راح نشوفه مصطلح جديد، ومدى بكم كي تخلصوا الفيديو تكتبوا المصطلح في تعليق، أولا باش تراجعوا، ثانيا باش تساعدوا القناة على الانتشار. وراني دايلكم في صندوق الوصف كيفاش تتصلوا بنا، إما عبر رقم الهاتف أو صفحة الفيسبوك. بدون إطالة لنبدأ. الآن مع مصطلح التعايش السلمي. واش راح نقول؟ هي سياسة جديدة في العلاقات الدولية تؤمن بازدواجية، عقلوا بلي كان اثنان باش نقولوا ازدواجية، تؤمن بازدواجية النظام السياسي والإيديولوجي، يد إيديولوجي. نعيد هنايا، سياسة جديدة في العلاقات الدولية تؤمن بازدواجية النظام السياسي والإيديولوجي في ظل الاحترام المتبادل بين المعسكرين. في ظل الاحترام المتبادل بين المعسكرين، نادى به الزعيم السوفياتي خورتشوف، هذا باللغة العربية يسمى الخرشوف، خورتشوف باش تعقلوا على الخرشوف، حنا في الدارجة تاعنا نقصدو خضر آخر ولكن ولا علينا. إذا باللغة العربية تفهموا بهذا يسموه الخرشوف، نادى به الزعيم السوفياتي نيكيتا خورتشوف، خورتشوف. إذا نعيد وعودوا معي، سياسة جديدة في العلاقات الدولية تؤمن بازدواجية، قلنا اثنان، تؤمن بازدواجية النظام السياسي والإيديولوجي في ظل الاحترام المتبادل بين المعسكرين، نادى به الزعيم السوفياتي نيكيتا خورتشوف. سياسة جديدة في العلاقات الدولية تؤمن بازدواجية النظام الإيديولوجي والسياسي في ظل الاحترام المتبادل بين المعسكرين، نادى به الزعيم السوفياتي نيكيتا خورتشوف. مدى بكم كي تكملوا هنا الفيديو وتكتبوا لي المصطلح في تعليق واش حفظتوه من المرة الأولى ولا لا، هكذا باش نزيدو نطوروا البرنامج. اللي مهتمين بالدورة، رانا طلقنا برنامج حفظني التاريخ والجغرافيا الفصل الأول. كما تفهمنا طريقة الاتصال بنا تجدونها في صندوق الوصف. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.